واحد سلفي بس واحد تلقاه يا دوب في سنة أولى أساس ولا في تانية ولا تالتة أساس موحد واحد إن جاء في المسجد تلقاه أمامك كبار الجامع ده كله مملأ وزين إلا من الواد الصغير ده لك شفته لا لا بصلي على الحيطة يقرب على الحيطة وبس عينه له والجامع اكتبوا فيه ممنوع الحديث ممنوع الحديث في أي مسجد تلقى فيه ممنوع الحديث ما قصده ممنوع الحديث في التقوى ولا الصبر ولا صلاة الجنازة ولا الطهارة ولا الصلاة ممنوع الحديث ذا الله واحد ما دارينا شفت الله واحد ما دارينا المؤذن ارفع صوته بأعلى صوته تلقاه ماسك الميكروفون الله أكبر لحد ما يجي أشهد أن لا إله إلا الله تجي تشرح عليه أول زول كوركو أنت ما قلت أصلي قبل شوية ماذا نشرح عليك لا إله إلا الله معناه شنو معناه ما نعبد إلا الله أيوة الدعاء عبادة ولا ما عبادة الدعاء عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال الدعاء هو العبادة في سنن الترمذي من رواية النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه الدعاء ده عبادة ما بتقدر تغالط فيها الدعاء عبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن شنو عن عبادتي أيوة الصلاة عبادة ولا ما عبادة عبادة الزول اللي بيصلي لغير الله تعالى بيصلي لغير الله ده أشرك بالله ولا ما أشرك بالله أشرك بالله اللي بيدعو غير الله أشرك بالله ولا ما أشرك ليه يفرقوا بين الصلاة والدعاء الزول السي لو قال يا رسول الله اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت بيثبتوا ولا هم ثبتوا قول لك ما تقول يا رسول الله اهدنا في من قول اللهم اهدنا في من هديت صح ولا ما صح أيوة لأنه دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه الرسول قال لك ما تدعوني أنا ولا تدعو غيري أدعو الله بس في سنن الترمذي قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هم زعلانين ساي جماعة دين زعلانين واحد تلقى درويش زعلان ساي وللأسف ما بيزعل لي الله ما بيغضب لله بيغضب لشيخه بالباطل ونحن ما نبزنا شيخه هم مركز بس قول له نادي الله ما تنادي شيخك ده اقول لك انتوا بتنبزوا ليه يا اخي ده ما نبز نادي الله ما تنادي الشيخ النبز ويني نادي الله ما تنادي الشيخ كذا قيم في الجامع قول له نادي الله ما تنادي جبريل عليه السلام بيلبت ساي نادي الله ما تنادي ميكائيل بيكون بعين لك ساي قول لك ماشي شويه شويه قول له نادي الله ما تنادي إبراهيم عليه السلام يقول لك كويس نادي الله ما تنادي داود عليه السلام نادي الله ما تنادي الصحابة ما تنادي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي عليا يقول لك كويس نادي الله ما تنادي البرعي أوه يقول لك ما تجيب القوم يا أخ معقولة يا أخ أنا دار أختم لأنه والله عندي برامج تاني الله يجزيك خير خليني بس أتم كلامي ده وأختم إن شاء الله والله يحفظكم ووفقكم وانا والله طولت جدا ما لقيت لي مسجد عجبني وريحني زي مسجدكم والله طولت جدا مساجد كثيره بنا مش عاينوا لنا من فوق لتحت انتم بتعاينوا من ما شاء الله محلات معينه لما تمشي مسجد وتلقى الشباب والكبار وغيرهم منشرحين للدعوه والتوحيد وتحس انه مركزين في الكلام وقابلين الدعوه تحس انه دي الرجال نحسبهم والله حسيبهم بيحملوا الدعوه وينشروها بين الناس زول مهموم تلقى في الركشات يبلغ في عربات يبلغ في المسجد في السوق اخواننا ذول بفضل الله اي واحد فيهم مشى في محل ما بيقعد ساي تلقى محله والفريق كله بعرفه لك ده جه هاسي بشغله لهم كلهم لانه شغال دعوه نسال الله التوفيق لكم جميعا ناس يا جماعه تكون على العقيده الصحيحه والله يدرب الجنه ما فيه شك بس انت كيف تثبت حتى تلقى ربك على التوحيد طوالي تتضرع لله تلجا الى الله
وتتوب وتستغفر، حافظ على الصلوات. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله فيكم.